عرض سينمائي في العالم، كان في مدينة باريس سنة 1895، وكان فيلم صامت الأخوين لومار. اختلف المؤرخين في تحديد بدايات السينما في مصر. بعضهم قال إن البداية كانت سنة 1896، كان عرض أول فيلم سينمائي في مصر، والبعض قال إن بداية السينما في 20 يوليو سنة 1907 مع تصوير فيلم تسجيلي صامت قصير عن زيارة الخديوي عباس حلمي الثاني إلى معهد المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية. أما أول فيلم مصري روائي صامت كان في سنة 1918، فيلم شرف البدوي، إنتاج الشركة السينمائية الإيطالية، وكان مدته 35 دقيقة، وظهر فيه محمد كريم وهو أول ممثل سينمائي مصري، وهو المخرج السينمائي الكبير فيما بعد. أما أول فيلم عربي ناطق كان الفيلم المصري أولاد الذوات اللي اتصور سنة 1932، وتعرض أول مرة يوم 14 مارس سنة 1932. الفيلم كان بيحكي عن راجل مصري ساب زوجته المصرية عشان يتجوز عود فرنساوي، ولما اكتشف خيانتها قتلها واتسجن في باريس، ولما خرج ورجع لأسرته كانت الصدمة إن مراته اتجوزت ابن عمها فانتحر تحت عجلات القطر. كانت مفاجأة الفيلم إن الأغاني كلها بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. كتب قصة الفيلم كبير يوسف وهبي، وأخرجه المخرج محمد كريم، وكان بطولة يوسف وهبي، دولة أبيض، سراج منير، أمين رزق، أنوار وهبي. اللي بيسوقوا فرد لغاية الصلاة كان شاب حلاوة طيب كده، قلت له يا ابني يا ابني مش تحاسب، أنا راجل كبير. راح شاخد فيا وقال لي هو أنت أعمى؟ مش تبص قدامك يا حمار؟ Thank you.